اعتادت بيروت ارتداء ثياب الحداد ليلا، فمنذ أشهر يلف الأسود مساءاتها، وتعيش شوارعها ظلمة تامة جعلتها شبيهة مدن الأشباح. فأزمة الكهرباء تتمدد لتطول كل الأماكن هنا وكل الفئات أيضا. يعيش الناس هنا ويتعايشون مع ظلمة دخلت حياتهم وبيوتهم وتأبى الرحيل. ما في كهرباء هلا، ما عندي كهرباء أنا، هلا مقطوعة من الكهرباء أنا. موتير ما معي، وأنا عشتها بالفقر حبيبي. أزمة الكهرباء ليست بجديدة يقال هنا، وهذا صحيح، لكن الأزمة الاقتصادية أضيفت إليها الخلافات السياسية فجعلت العتمة شبه تامة. واقع الكهرباء هذا قد ينعكس على ملفات حياتية أخرى هنا، فالخلافات السياسية تتصاعد ويخشى أن تتحول إلى تسونامي يجرف في طريقه الحد الأدنى من الأمن الاجتماعي المتبقي. خلاف سياسي يتضح أكثر فأكثر مع كل إشراقة شمس بين التيار الوطني الحر من جهة ورئيس الحكومة المستقلة من جهة ثانية حول ملف الكهرباء. ترسو بواخر نفط ثلاث قبالة الساحل اللبناني بانتظار أن تحصل على مستحقات لتفريغ حمولتها وحل الأزمة، وهو ما لن يحصل مع استمرار حرب البيانات بين التيار الوطني الحر وميقاته. اليوم نحن نحتاج إلى جلسة لمجلس الوزراء لكي تقر المرسوم المتعلق بالسلفي. التيار الوطني الحر الذي ينتمي له وليد فياض وزير الطاقة لا يقبل بعقد جلسة لمجلس الوزراء. أيا كانت الأزمة سياسية أو اقتصادية، فهي تجعل حياة السكان هنا أصعب مما هي عليه ويومياتهم أقسى. جيس الحشقوري، العربي، بيروت.